السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة شهرزاد، أهلا وسهلا بكم. كنتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير. كيف ما عودناكم، ليلة كل جمعة أو يوم الخميس بالليل كنحط لكم فيديو فيه الجديد ديال المحل ديالنا. اليوم فيديو سبيسيال، غيكون عندكم موديلات غزالين بثمن ديال الصود، يعني جداد ولكن الثمن ديالهم صولدي. بقاو معنا للأخير باش تشوفوا الموديلات كاملين. الناس اللي كيشوفوا هاد القناة لأول مرة، مرحبا بكم. حنايا قناة التخصص ديالنا هو أننا كنعرضوا الملابس التقليدية والعصرية اللي كنبيعوا في المحلات ديالنا المتواجدة حاليا في مدينة الدار البيضاء. المحلات بجوجهم راهم مقاربين، مقرب بعضياتهم، بجوجهم قرابين للطريق. بالنسبة للناس اللي قراب ويبغيو يجيو عندنا، مرحبا بكم. والبعاد رحنا كنديروا التوصيل لجميع المدن داخل المغرب وخارج المغرب. على بركة الله نبداو بالموديل الأول. هذا الموديل عاودنا دخلناه لكم نزولا عن طلباتكم، كانت عليه الطلبات كثيرة. ما غندوزوش في هاد لا فيديو جميع الالوان اللي متوفره، اللي انتريسي به يعاود يرجع للفيديوهات اللي قبل من هذا، راه فيه كل فيديو جديد كنحطوا لكم الجديد ديال اللون. هاد الفيديو هذا غندوز لكم جوج تلوينات مع الاشاره لبعض التفاصيل ديال الموديل بالنسبه للناس اللي كيشوفوه لاول مره. جوج تلوينات اللي دخلوا جداد، والا راه كاين فيه الالوان عطا الله، راكم عارفينهم بالنسبه للناس اللي متبعينا. الموديل كيجي غزال هكا واسع، لي طاي ديالو فيه من 38 حتى 44، ولكن راهم دي كغون طاي. غزلان راه جاتها زويونه ولكن راها كبيره. كاين هاد لي زونسومبل حتى هما غزالين، هادو هما اللي قلت لكم جديد بثمن الصولد. موديلات ديال برا الثمن ديالهم 230 درهم. لي طاي فيهم اس ام و ال اكس ال. غزلان هنايا لابسه اصغر طاي، جاتها يلا هي هذيك، يعني هاد الموديلات ما غيلبسوش لي كغون طاي، غيلبسو لي طاي موين. لويناتهم بثلاثه غزالين وثمنهم غزال، وتتوب ديالهم واحد لولان غزال كيجي مستور، راه تقريبا جا الغزلان حد الركبه. كاين عندنا هذا الموديل حتى هو نفس الثوب ونفس الدار اللي صنعهم، غير الفكره ديال الموديل اللي شي شويه مختلفه. لاحظتوا هنايا الكول مختلف، لي بوطون مختلفين، تفاصيل ولا فينيسيون حتى هي شي شويه مختلفه. كتيفات كيجيو هكا اوفر سايز ماشي مقعدين، والسروال كيجي لارج وطويل. موديل مستور بزاف، هذا مستور اكثر من الاخر، يعني كيجي اطول، طول من الركبه، طول من تحت الركبه، كيجي زوين ومستيلي. والوينات حتى هو غزالين وثمنه راه جد مناسب. كيجي هذا الموديل حتى هو غزال، هذا اوفر سايز، يعني غيلبسوه لي كون طاي، وخصوصا اللي تيكونوا عامرات غيجيهم غزال. وفي حقيقه حتى غزلان وخا بتي طاي ولكن جاها رائع. الا لاحظتوا الموديل كيجي واسع، الكميمات هكا بوفون، شميز واسعه، بونطالون حتى هو راه واسع بزاف، كيجي مستيلي وغزال. كله الفوقاني الا لاحظتوا فيه واحد الطريزه غدا الدوغي شي شويه، واحد اللوين زوين. جا الموديل غزال، الموديل راه ديال برا، الثمن ديالو حتى هو 230 درهم، وتا هو غالبا في هاد جوج لي طاي، غير هو الا لاحظتو راه يلبس لي كغون طاي لانه واسع، كيجي هكا واسع ومستيلي في حقيقه، كيجي زوين في اللبسه. والالوان كيف ما تشوفوا الالوان ديالو كلهم غزالين، فينيسيون فنه، الفصاله هي فنه، كميمات بوفون غزالين، وشوفوا السروال شحال لاغش، راه كيجي فن في اللبسه. وثمن البنات راه جد مناسب، ما تضيعوش هاد الفرصة ديال هاد الموديلات. كاين تا هاد الموديل تا هو تيجي فن في اللبسة، تا هو اوفر سايز. البنطلون كيف ما تشوفوا راه كيجي واسع لارج، والشميز تا هي راه طويلة مستورة وتا هي لارج، ولي موتيف فنين، وتا مغياج الألوان جا رائع في هاد لونسومبل. الثمن ديالو راه نفس الثمن 230 درهم. لي طاي تا هما نفس لي طاي، غالبا جوج ديال لي طاي اس ام و ال اكس ال، ولكن كنظن غيلبسو ما كبر كيف ما قلت لكم، لأن البنطلون كيجي بلاستيك وأصلا هو واسع بزاف. كاين هاد لي غوب كيجيو غزالين حتى هما في اللبسه، هادو ماشي ديال دائما، هادو ديال شي خريجه، دي غوب سواغي هكا لبساتهم هنايا غزله مع بونطالون كلاس وصبيبي الطالون، جاو رائعين في اللبسه. غير هما لي طاي راه ما فيهمش لي كون طاي، حدهم الال. هنايا غزلان لابسه فيهم اصغر طاي اللي هي الاس، جاتها غزاله. الا لاحظتوا راه موديل كيبقى مستيلي، التوب ديالو راه ساتان وفيه لاستيك هكا في الظهر، يعني كيجي مقبوط.
كيجي هكا لي بتي تاي كيجيهم غزال، وماشي ديال دائما كيف ما قلت لكم غوب سواغي ديال المناسبه ديال الخريجه كيجي زوين، والثمن ديالو 200 درهم. كاين عندنا هاد الكسيوه هذه كانت عليها طلبات كثيره، عاودنا دخلناها لكم، ولكن للاسف البنطلون ديال الساتان راه ما بقاش، دخلنا في بلاصتو هذا تقريبا نفس الفصاله، كيجي حتى هو لارج في اللبسه، غير الثوب ديالو مختلف شي شويه مات، كيجي زوين واسع ولارج، الثمن ديالو 130 درهم. وكاين عندنا هاد الشوميز هادي، عاودنا دخلناها ولبسناها لكم هنايا مع البنطالون، عرفتنا دوزناه في الفيديو السابق، توا كانت عليه طلبات كثيره، ولكن بزاف اللي مزعموش انه ياخذوه بوحدو، بغاو معاه شي حاجه اللي قصيره، ناسقنا لكم مع هاد الشوميز جاك غزال في البيزه. هاد لي بونطالون هادو راه ديال التوب ديالهم ليكسبور، والفصاله ديالهم فنه كيف ما تتشوفوا، فيهم الجويبات كيجيو غزالين في البيسه، كايتي التوب غزاله ولا فينيسيون غزاله، والثمن ديالهم 150 درهم صيفيين ورائعين وفصلتهم رائعه. لي شوميز راه متوفرين حتى في هاد الالوان، في هاد البلوسيال وفي الباج، الالوان ديال الشوميز كاملين غزالين، والبنطلون حتى هو لونه بجوجهم فنين. غنختموا لكم بهاد الكسيوه هذه اللي لابسه هنايا غزلان ديال تركيا، كتجي زوينه حتى هي في اللبسه، واسعه طول شي شويه قصيص، راه ما طويلاش بزاف، غزلان راه تقريبا متر 63 و65، جاتها فنه في اللبسه، الثمن ديالها 380 درهم. يلا هالبنات دمتم في امان الله وحفظه ورعايته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.